اتفضل. حرك رح يبلش بجهازك حاجة رح تسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله فراطة ونحنا رايحين صلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهل عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا المورد على البلاطة اللي هلأ عندهم هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك خيل البنزين سمعتك عم يغلط حين سمعتك رفنا التأمين سمعتك عم نشكل مين قليلة شكل الله مش غلط وفي نروح على الشهر قبل الظهر وبعد الظهر وشدوا وقدوا كد الليل دايت وعلي شوية من طب كيف الواحد بده يعيش وعم بنقضيها مناقيش ساقر عم يعمل ابتان عم ننام بالأمان قرب نسهل عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا البورد على البلاطة ما تقلي هلأ عندكن هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك غيل البنزين سمعتك عم يغلط حين سمعتك عرفنا التأمين سمعتك عم نشكل مين كيفك انت؟ ايوه أعزائي المشاهدين طلة حلوة جمال أناقة صوت إشاعات مهرجانات نجاح وصلت للعالمية ضيفتي الفنانة إليسا أهلا وسهلا فيك إليسا برنامج جأجة جأجة أهلا فيك دخلك شو اسمك؟ طارق دنمارك طارق سويد أهلين أهلين إليسا يعني بدنا نولع الحلقة من أولها من آخرها بتعرف أنت بتحضري هيك بيصير لك أوقات بتحضري جأجة لا ولا مرة حضرته يا ويلي شو بتجأجة فيه قد ما بدك بتجأجة فيه اسمعي يلا هيك بهذا السؤال اللي بحضر لك يلا قل أول بوصة إليسا أول بوصة قولي لنا إياها بصراحة مع الناس أول بوصة وين كانت وكيف كانت ليك اول شيء ما بسمح لحدا يتدخل بحياتي الخاصه لا بس لا لا قال لك اياها من اولها يعني انا ما بحياته حدا بيسني اوكي انا الشرف والطهاره والعفه اذا بتريد ما بريد حدا يحكيني عن حياتي الخاصه مش بايسه حدا بحياتي لسه ما عندنا شك انك انت شرف وطهاره بس انه بتعرف الواحد بيضل الا ما في بوصي مع ابن الجيران ما كلهم بيقولوا اول شيء ابن الجيران بعمر صغير وبعدين يا لطيف بيعمل العجائب بس انت شو بتخرب هي عم اقول لك انا انه ماني بحياتي بايسه حدا قليله طيب بنقطع عنا هاي شو بلا بتذكر يمكن اذا هالقد مصر يعني مره كان عيد خيي عيد خيك مره كان عيد خيي شو بتضحك ايه وقلت له هابي بيرثدي وهيك انت بعيد وهابي بيرثدي ليك اذا بدك تكفي هيك بفيلم ما اجلت حالي انا هالجأجة اتفضل يلا ايه بستو عخده عم ما اسألك اتفضل ايه بس هي عخده لخيي اذا او اذا اعزائي شو هالسكوب هذا انه بس تخيى على خده ما بس تم او خد او خده الا خيى طيب لك اليسا خلينا نغير الموضوع شوي نحن برنامج جأجة معودين نعمل سكوبات اول قبضة ابطيها اول معاش ابطي يعني اول اجر ليك صراحة ما كتير بتذكر لانه بلشت من زمان كتير بس بعتقد انه اول حفلة عملتها بالشرشف سوري هداك كان كليب نجي لقصت الشرشف هداك كان كليب لا صراحة بتعرف ما كتير بتذكر كانت من فترة كتير طويلة بس بعرف انه كنت كتير غالية يعني طبعا انت دايما اجرك غالي طبعا تاني عطقبضي من زمان يا محتاج طب لكن لسه اول عملية تجميل عملتيها اول عملية تجميل لك بقوم بفلها لا اول عملية تجميل انه معلش اللي تقريبا فوق العشر سنين اكتر من عشر سنين بطلع على التلفزيون كل الوقت هيك يعني انه شو شفته شي تغير يعني ما فهمت لا بس انه معلش شوي كرمال وضح للمشاهدين انه عملت عملية بدرس العقل من فوق عمل حكيم بالغلط دقلي
بالنار بيقولوا بالشريان. ايه بالشريان بقى بالشريان. ايه بس مشان هيك يعني مفكرين انه انا عم عملي عملية او شيء. كله طبيعي حبيبي. كله طبيعي هذا. يعني فينا نقول نعمل سكوب انه انت لسه بدك عاملي ولا عملية تجميل؟ ايه فيك بعتقد تقول هيك. تركت عملية التجميل لغيري. تركت عملية التجميل لغيري. شو فيها شو بضحك هيدي؟ شو بك اليسا؟ بدك تكوني هيك بطبع. طيب لكن اليسا عندي سؤال ناري جدا. يعني اول ضيو عملتي مع مين عملتي اول ضيو؟ ايه اول ضيو عملته مع السوبر ستار راغب علامة. شافني وما شاف حدا غيري. راغب علامة اول ضيو على السوبر ستار. واصلا كان اخر ضيو بيعمله راغب لانه من بعد ما عمل ضيو معي شاف فيه كل المقومات حبيبة. طبعا. ايه لانه ما عندهم غيري اللي غنوا كلهم وفكروا حالهم بدهم يقلدوني. ما عندهم هالحنية بالصوت. وما عندهم هالمقومات اللي يقدروا. هذا هو ذاته طبعا الشرشف اللي لفيتيه. ايه هو ذاته. اصلا الشرشف اخذ كتير من وقته. طبعا كان حديث الولد كله هذا على سجلة حديث الولد. ايه خليني اسألك سؤال. يعني طلعتي هيك باخر مرة بمقابلة على برنامج حديث الولد مع زميلة الإذاعات. كل العالم حكيت فيه بس انتقادتك كان عندها انتقاد لسه مش من عندي. ليه خير مثلا انه شو عملت شيء مثلا غيري من الفنانين مش عامله؟ انه شو؟ لكن في صار يعني انه صار في اشياء كانت نافره كثير مبينه حملت سببت ازمه كبيره هيك بالبلد. ليك حبيبي انا بدي اقول لك شيء انت والمشاهدين كلهم اللي عم يحضروني. بدي اقول انه اللي عنده شيء حلو ليه بده يخبي؟ بعدين انا مش اول مره. على القليل منيح اللي تركتهم لهون. في غيري لهون لبده. شو صريحة كان فيك تعمليهم أكثر؟ إيه إنه عادي. كان فيك تعملوا أكثر مع زلمة؟ كان بعد سيسة إنش أو ساونتينج كله. إيه كل شيء شو مهضوم؟ يا زلمة المشاهدين خلينا نعمل بريك قهوة. نحن برنامجنا بنعمل قهوة بنشرب شافة قهوة وبترجع بتجي عواطف وبتضل معكم. نحن هلا على البريك بعدك بطلع قهوة أنا وياكم. شو هالقصة؟ مجالة عودة جديدة أعزائي المشاهدين. أن احنا وياكم ببرنامج جأجأة. هلأ اجت زميلتي عواصف هي اللي رح تنزل فيها لسه بالعواصف. خلينا نشوف. يلا تفضل. واهلا وسهلا فيكم وسهلا فيكم. اهلا. ايوه. اليسا انا عواطف وعواطف رح احكي معك. بدي اسالك اول سؤال. بيقول المثل ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب. يا ويلي على هالمثل. او اكل الحبيب مثل ضرب الزبيب. مين اكلت اليسا واي زبيب ضربت؟ يلا جاوبي اليسا. جاوبي بشرفك حقية الحلقة. جاوبي. شو بدي جاوب دخلك؟ شو هالسطلنة هاي؟ جاوبي قليلة. رح اقدر لك دينتي الترشة. غيرانة غيرانة مني لأنه ما فيكي تحكي مثلي لأنه أمك بتزعل وبتحطك بالجرن الكبة. شو هالسسبنس بالحلقة؟ يلا جاوبي تفضلي جاوبي. شو هالمساطيل انتو اتنيناتكم؟ يعني انو جايين لهون لحتى تستفزوني؟ يعني ما فهمت انا. انا ما برد على هدول السطلانات الهبل. ليه بلشت تغاري؟ ليه الغيرة عم تاكلك اكل؟ بحب انا بحب انا كتير لما هيك الغيرة تطلع من الفنان. بتغاري مني؟ بتغاري؟ جاوبي. حرام معقدة هيدا. يا ويلي عندك عقدة نفسية. بتغاري من شو بتغاري؟ اليسا سكرتي قلبك ولا بعدك تاركي طاقة مفتوحة لحتى الحبيب يفوت بها طاقة ويجي لعندك؟ ايوه يا عواصف ايش طحيب. يلا صار ماشي. جاوبيها. شو بيها هيدي؟ للمرة الثانية عم برجع بقلكم انه انا حياتي الخاصة ما بحب حدا يتدخل فيها. بس كرمال ما يفكروا المشاهدين يعني انه في شيء او شيء يعني انه بقول انه انا بحب كل الناس وفاتحة قلبي كل الناس وكل الناس بتحبك. وبتحب كل شيء فيك اليسا. ونحن كثير مبسوطين انه انت وانا وطارق هون عم نستقبلك معنا برنامج جأجأة. ما
بدك تحكي شي، ما بدك تقولي شي، هيك بدك تضلك مسكرة قلبك لكل هالاشياء يلي لازم تحكي فيها. لما بتحكي لحقلك لح احكي كتير اشياء. اذا بعد رح تكفي انت وياها بهيك انا فالة. بعد برنامجنا كله هيك معناتها ايه ما حق عليكم حبيبي، الحق علي انا اني جيت على هيك برنامج. عكل حال جبانة بدي وحدة مثلك جبانة. لحظة بعد ناقصني I don't thanks to thanks or I don't wanna thanks. Okay. لايكو لسا اعزائي المشاهدين لك لسا كفلت، خليني انا اعمل ركبه قهوه. هذا البرنامج جاء وبشربها انا وعواصف. وانا عواصف بقلكن باي او اياب بالقلب يا ويلي محلاكم. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم حضرات المشاهدين مع سلسله سكتشات تصرفات الاحزاب. مثل ما شفنا قبل بالسلسلة اللي مرقت معنا كيف بيعملوا مشاكل الأحزاب على الطرقات، اليوم رح نشوف كيف بيتغدوا الأحزاب. رح نبلش مع تيار المستقبل، كيف بيتغدى شخص منتسب لتيار المستقبل.
مش غلط مش غلط. أو حسان حبيبي، الله يخليك يا حبيبي يا حسان. بعت له 137,000 دولار. 137,000 لا بيزيدوا. اهلا اهلا اهلا، تفضل لحظه بس خليك معي. 137,000 وهونيك في 97، اوكي على بعضهم بيصيروا 238,000 معه هوليك. 238,000 دولار. اوكي حبيبي اوكي، لكن بنطر منك تاكيد. اوكي اوكي، مبروك لنا اثنيناتنا حبيبي. اهلين اهلين، يلا اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا، كيفك؟ يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، معك طارق القرش من وزاره الماليه. نعم، طارق القرش، محسوبك اسمه طارق القرش من وزاره الماليه قسم الضرائب. اهلا وسهلا. كيفك؟ اهلين، صحتك؟ ما شاء الله عليكم انتم، يعني حبيب. بوزاره الماليه كيف خزلعين، نشاط دائم دائم. لا يوم عطله عندكم، لا يوم فرصه. ما في اعياد، لا لا. ما في مناسبات، وساحبين على هالشركات وعلى المؤسسات. اقل شيء ممكن نعمله، ليش؟ لانه نحن واجباتنا نضلنا بخدمه المواطن والخزينه تبعيه المواطن. طبعا عم يشكركم المواطن كثير. يا لطيف يا لطيف، ليل مع نهار انه بنشكر وزاره الماليه اللي عم السهر علينا وعلى أموالنا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله يعطيكم القوة والصحة لتضلكم سهرانين على المواطن. مهضومة كتير. الله يخليك. كيف أحوال الشركة؟ طمنا. لا أنا سمعت للاتصال، اسم الله فيه أرقام حلوة. الله يخليك. أرقام حلوة اسم الله. الحمد لله، يعني هيك بجهدنا. بجهدنا. طيب يعطيك العافية. هلا أنا كوزارة مالية وقسم ضرائب جاي لعندك بمهمة، طبعا تعرف شو هي قصة، ما نطلع شوي على الدفاتر حسابات. تكرم عينك تكرم عينك، بس بدي منك الدفاتر الأصلية مش الدفاتر التانية. لا ولو نحن فينا نعطي غير الدفاتر الأصلية، نحن بنعرف شو بصير. بس من غض النظر، أوقات تعرف أنت بدك هال يا أصحاب الدفاتر الأصلية مع أحلاكم، تفضل. هول اللي حضرتك عم تشوفهم هلا، هول اللي شغلتي حبيبي، انا بقدر بطلع على كل شيء. اذا ما بدي شيء انا بسالك. انت معقول تسالني؟ ما انتوا خابزينا وعاجنينا مزبوط، بتعرفوا هيك كيف الارقام بتطير من هون. يا لطيف حبيتك والله، حبيتك يا لطيف. شفاطات العاده حبيبي. حبيبي اهلا، شيء ممكن نعمله. اهلا. بس بدي اسالك سؤال استاذ، انتوا هون بهالشركه ما عندك شركة؟ لا والله ما عندي شركة، لانه ما عم بشوف في شركة. لا ما عندي شركة. ما عندك شركة؟ انتوا شركائي. نعم، انتو شركائي. مين انتو يعني؟ انتو وزارة المالية. والله لانه ما في شيء بطلعوا بهالشركة الا ما حضرتكم بتاخدوا يا نصه يا ثلاث ارباعه. ليش ما بتفوتوا معي هيك شريك رسمي، تحطوا راس مال معي؟ والله هيك احسن اوفر. ليش ولا تحطوا راس مال؟ عم تجوا بساحوب بساحوب، يعني كله هيك، يعني بتسحبوهن مثل ما هني، هيك احسن لكم. ما هيك مهضوم كثير. الله يخليك يا رب. حبيتك. الله يديمك ويخليك. معك حبيبي يلي سهران على رزق المواطن. غير مرة برجع لعندك. ايه ترجع. بدي يكون جد شوي. ضحكت. كون حضرت لك انا كل شيء هيك. الله يديمك استاذ. بس بدي دفتر الاصلي. ايه الاصلي الاصلي. استاذ طارق القرش من وزارة المالية. ايه علينا وليد بايك، وليد بايك كل الوقت، معقول؟ الو، اهلا وليد بايك، نورت نورت المنطقة. يا اهلا وسهلا فيك. ليك حبيبي وليد بايك، هلا انا بحبك وبحترمك كتير ومن زمان، وجاي حابب يضل هالاتصال بيناتنا ويضل في هيدا التواصل، بس انا كوئام وهاب اوقات بكون عندي شوية اشغال، فما بقدرش كل الوقت يعني. بخصوص اي موضوع على المزبوط احكينا فيه بدك تقلي التفاصيل. طيب يلا مش مشكل. اول لحظة، هو وين المهرجان رح يكون الاحد؟ باي منطقة؟ عدة مناطق. طيب الاولاني وين؟ بس نعرف كيف بدنا نشتغل نحن والجماعة ونتصل فيهم. اوكي، هيدي المنطقة عظيمة، ممكن امن لك فيها 500 نفر، حوالي 500-550 بيزقفوا بهيصوا بيعملوا لك اجواء كتير حلوة، مش مشكل. المنطقة الثانية وين؟ عظيمة، هيدي 750 بسهولة بجيب لك اياهم، كمان يعملوا لك جو حلو. لا لا مش كومبارس، لا رح قلهم يعني من كل قلبهم يكون في عندهم هالعفوية بالاستقبال والتهييس. وفي واحد ثالث غير مهرجان وين؟ 600 نفر منيح بهيدي المنطقة الثالثة، 600 نفر بقدم لك اياهم وليد بايك، تكرم عينك. انا كمهرجان ممكن انا بعمل تعهدات، بس في شغلة بدي اقول لك اياها.
يعني ممكن تساعدني شوي بجمهورك يكون موجود كمان، يعني لانه شي 10% يكون من الحضور من اش مقاطعينك شبه مقاطعه. مش مشكل خلص، ولا يهمك وليد بيك، حط ايديك واجريك مي بيرد وقام وهاب رح يامن لك اياهم للحشود كلها. لا معقول يقولوا بنروح قدامنا فديك يا وقام؟ انا رح قل لهم بعطيهم تعليمات اني بيسمعوا مني مثل ما بقول لهم، يعني بقول لهم يقولوا بنروح قدامنا فديك يا وليد بيك وبيمشي الحال. ما تعتلش معي شغلي، معقول هالغلطه؟ لا ما بنغلطش فيها، بالعكس كتعهدات وقام انا ممكن اهلا وسهلا فيك وليد بيك، بس ما بقاش تدق لي يعني ساعه على فكره وليد بيك هذيك المرة أنا مبسوط منك كتير على فكرة، يعني لما كان الرئيس نجاد بلبنان من كم يوم على طريق المطار لما احنا هيك بين الحشود، صح كنت مبيض الوضع وضربوا عليك الكاميرا وسمعناك عم بتقول شو هي هيدي اللازمة، يا بيروت بدنا الطار من ملس ومن بالمار. هيدي خبرية حلوة، هيدي جملة حلوة احلى من هيديك القديم اللي كنت تقولها، بالعكس هيدي رنان يعني بتعلق بالدايني، يا بيروت بدنا الطار من ملس ومن بالمار، كيف ركبت من هيك وليد بيك. يلا يعطيك العافية، لا بقاش دق لك كل الوقت، الله يخليك، مع السلامة مع السلامة، موفق مع السلامة. اخ يا وليد بيك شو مهروم، هيدي مهروم كثير، يا بيروت بدنا الطار من ملس ومن بالمار، كيف ركبت من هيك وليد بيك؟ مش غلط ريفيت بيف. عفوا 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 شباب، بس مرقونا لو سمحتوا. هلا بيع الحشرة يا خلي انت تركوا انا بشيله خلي انتوا ما بتعملوا شيء بالحياة غير تحششوا، مش معقولين. اطلع انا شو النار هذا، وديت السيارة على المحطة هلا مشان شو، غسيل؟ لا كول. منيحة يا ابن. يا لطيف شو في غلا يا زلمة، غليان الدنيا، رحت اشتريت عوينات للشمس؟ لا لإلي. وطيب في الدنيا يابا، عم بقول شو بدلك، معك رقمه لعبده؟ ايه مزبوط، هذا كيف بدنا نحكي؟ ضيعنا رقمه، انا عايزه بشغل كتير ضروري اصلا. طيب كيف بدنا نحكي؟ اطلبه خليه يعطيك رقمه، خلينا نحكي معه، عاوزه بشغل كثير ضروري. عفاك والله جبتها. بتفيد بيه يا ندم. الو هلا عبدو، ليك رئيس ضيعنا رقمك، ما تواخذنا، عايزك فرانكي بده يحكيك، قال فيك تعطينا رقمك؟ ايه ضيعناه نحن، ايه اعطينا ايه الله يخليك، ايه رقمك ايه؟ ايه 70 لا 70 اول وحده لحالها، 70 70 وحده؟ لا هيك 70 انا بعيده 3 2 53 اوكي، ممنونك معلم، اوكي يلا بنطلبك. جبتوه؟ قول له كيف عم بدق. الو علان عبدو، ايه ما تواخذنا كنا مضيعين رقمك، ايه جبناه منك، ايه شو راح؟ فرانكي عايزك، فرانكي يلا راح مرق لك اياه، يلا خذوا مين هذا؟ عبدو مين عبدو اسمر، هدا وينه؟ لك يحو على الخط،
ما كنا مضيعين رقمه؟ ايه عايزه اخذناه منه. يا عبدو ليك خيي، انا كنت عايزك بشغل كتير ضروري بس انا ما معي رقمك. شو رقمك انت؟ اعطيني ايد ايد 70 70 ايه وحدة 70 70 53 اوكي يلا هلا هلا بحكيك يلا اطلبه اطلبه عايزه لمين؟ عبده تفيد بيه يا الو على عبده بوب معك مين عبده؟ عبده عبده الاسمر شرفك؟ منين جبت رقمه؟ منه دنيا عبده هذا هذا فرانكي بده يحكي. اعطيني رقمه اعطيني رقمه اعطيك رقمه؟ بده رقمك فرانكي ايه بالنهار عم يعيط مثل شو؟ قال شو بكره نازلين نزور وين رايح؟ عم تتزحلق على الجليد؟ وتفيد بيه اه يا ندم يا ندم يا ندم معك رام عبدو؟ اوكي تعال يا زلمة قرب قرب رح يبلش بجهازك حاجة تبكش اسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله فراطة ونحنا رايحين سلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة احنا تفرعنا عدنا نبورد عالبلاطة ما تقلي هلأ عنا